هذه الحلقة برعاية ستاكري. تسوق عبر الإنترنت واشحن إلى الشرق الأوسط باستخدام عنوانك الأمريكي مع شركة ستاكري. تنظيف الحيوانات عادة ما يكون صعبا، وخصوصا إذا كان الحيوان كبيرا وقويا مثل الأبقار. الآن يوجد العديد من الاختراعات التي سهلت هذه العملية الصعبة جدا، وأصبحت موفرة للوقت والجهد. هيا بنا نتعرف على هذه الاختراعات، ولكن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات لكي يصلكم كل ما هو جديد من قناة غذي ذهنك. نزع ريش الدجاج. هل منكم من جرب من قبل أن ينزع ريش الدجاج؟ بالتأكيد أمر مزعج ومتعب جدا. الآن لا نحتاج إلى استعمال الطريقة اليدوية، فيوجد الآن الكثير من الطرق الآلية التي نستطيع استخدامها، وفي أقل من دقيقة فإن ريش الدجاج سوف يتم انتزاعه من الجلد. طريقة عمل هذه الماكينة سهلة جدا، فيتم تدويرها باستخدام البنزين أو باستخدام الكهرباء، ولكن قبل إدخال الدجاج إليها يجب أن يتم إدخال الدجاج إلى ماء ساخن أولا. تنظيف أرجل البقر. في هذا العصر أصبح تنظيف الحيوانات أمرا سهلا جدا، بدءا من تنظيف جلدها إلى تنظيف أظافرها. فقديما كان الأمر متعبا وشاقا، أما الآن فقد أصبح الأمر أكثر سهولة. انظروا معنا إلى هذه الآلة الحديثة والتي صنعت خصيصا لتنظيف أرجل الأبقار. فيتم إدخال البقرة في هذه الآلة، وبعد ذلك يتم ربطها جيدا، ويتم قلب البقرة في وضعية كوضعية الذبح، وبعد ذلك يتم ربط أرجل البقرة جيدا، ويبدأ فورا بتنظيف أرجلها بكل سهولة. وغير الأرجل فإن جسد البقرة يجب أن يتم تنظيفه أيضا، وخصوصا ضرع البقرة، فإنه قبل تجهيز البقرة للحلب فإنه يجب تنظيف هذا المكان جيدا. ماكينة إزالة الجلد، السلخ. في الواقع لكي نقوم بسلخ الشاه بعد ذبحها فإنها تأخذ وقتا ومجهودا كبيرا. الآن لا نحتاج إلى كل هذا، فقد تم اختراع إحدى الماكينات التي تعمل على إزالة جلد الشاه بعد ذبحها بكل سهولة. باستخدام آلة السلخ هذه فإن عملية إزالة جلد الشاه يحتاج إلى دقيقة واحدة فقط. طريقة عمل هذه الماكينة سهلة جدا، فبعد إزالة الرأس والأرجل يتم إدخال الشاه إلى هذه الماكينة، ويتم سلخ جلدها بطريقة أوتوماتيكية، ويمكن أيضا عدم إزالة الرأس كما هو موضح بالفيديو. تنظيف قشور السمك. كم مرة أكلنا سمكا ووجدنا بقايا من قشره، أمر لا نحبه إطلاقا، صحيح؟ أو كم مرة اقترحت على زوجتك أنك تريد سمكا وهي اهتمت أكثر شيء بتنظيفه؟ الآن لا تقلقوا، يوجد اختراع جديد لتنظيف قشور الأسماك، فيقوم بتنظيف السمكة بطريقة سهلة وجميلة. طريقة عمل هذا الاختراع بسيطة جدا، يتم وضع الأسماك في هذه الآلة والتي تحتوي على أسنان حادة لتقشير الأسماك، وبعد ذلك يتم تشغيلها ويتم تدوير السمكة بداخلها وتنظيفه، ولكن أيضا تحتاج إلى الكثير من الماء حتى يتم تنظيف السمك بطريقة فعالة وجميلة. وأيضا يوجد شيء آخر، فهذه الماكينة ليست فقط لإزالة قشور الأسماك، ولكن أيضا لتنظيفه من الداخل. فقط يتم إدخال السمكة إلى هذه الآلة، وستقوم هذه الآلة بفتحها وتنظيفها من الداخل. جميل جدا هذا الاختراع، أليس كذلك؟ والآن أظنكم أنكم تحتاجونه في بيوتكم أيضا. كلها اختراعات جميلة ومريحة، أليس كذلك؟ أي من هذه الاختراعات أعجبكم أيها الأصدقاء؟ أنا شخصيا ماكينة تقشير السمك. أخبرونا بالتعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والمشاركة إذا أعجبكم. شكرا لكم للمشاهدة، وإلى اللقاء.